بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشباه. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، حلقه فيها ملفات مهمه جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هيكون ضيوفي في الجزء الثاني من برامج الاشبال اثنين من لاعبي النادي الاهلي، شباب النادي الاهلي محمد نصير وعبد الرحمن مانو، اثنين من لاعبي شباب النادي الاهلي، اثنين مبشرين ان شاء الله الفتره الجايه هنشوفهم في تدريبات الفريق الاول مع مستر موسيماني. قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده اللي عندنا حلقه فيها ملفات كتير مهمه، يعني بقول لكل موهبه في مصر نفسها في يوم من الايام تلبس تيشيرت النادي الاهلي، ابعتوا لنا على هاشتاج حقق حلمك مع برنامج الاشبال. هنا بنتبنى كل المواهب الموجوده في مصر، كل ناشئ صغير، كل ولد صغير نفسه في يوم من الايام انه يكون موجود في النادي الاهلي ويحقق حلمه ويلبس تيشيرت النادي الاهلي ويكون موجود في قطاع الناشئين. علشان كده بنقول في برنامج الاشبال ابعتوا لنا على هاشتاج حقق حلمك مع برنامج الاشبال كل الفيديوهات اللي عندكم. هنجمع الفيديوهات، فيديو لكل لاعب دقيقه او دقيقتين، وهنجمع الفيديوهات دي وهنبعتها لقطاع الناشئين للمدير الفني الاجنبي علشان يشوف ويقيم. وهنتبنى المواهب اللي هتبعت لنا علشان الفتره الجايه ان شاء الله تاخد فرصتها وتكون موجوده في النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين الهاشتاج قدام حضراتكم، هاشتاج حقق حلمك، ودي الفكره اللي احنا بنتبناها هنا في الاشبال علشان من برنامج الاشبال نقدر نطلع مواهب ونبعتها لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الحاجه المهمه جدا اللي عايز ابتدي بيها حلقتنا النهارده، بنبارك طبعا للاعبي النادي الاهلي والفريق الاول، اداء رائع، اداء مميز امام سموحه. النادي الاهلي كان حصل تعثر، وانا بقول تعثر امام بيراميدز، لما النادي الاهلي بيتعادل وبيخسر نقطتين اكون اكيد للنادي الاهلي ده تعثر، لكن دايما التعثر بيجي بعده تصليح المسار او البطل بيبدا يستعيد عافيته مره اخرى. شفنا الموقف ده السنه اللي فاتت في الدوري السابق امام نادي الزمالك، بالاخص لما خسرنا المباراه دي 3-1، وكان بعدها في دفعه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي، وبعدها حصدنا البطوله الافريقيه، بعدها اخذنا بطوله الدوري، بعدها اخذنا بطوله كاس مصر. فاكيد التعثر بيجي بعده استفاضه قويه جدا واستنفار قوي جدا. شفنا النادي الاهلي المباراه السابقه امام سموحه مكسب باداء رائع، مكسب باقناع لكل جمهور النادي الاهلي، مكسب بيعيد الثقه مره اخرى لاعبي النادي الاهلي، بالرغم ان الثقه موجوده والثقه كانت موجوده بشكل كبير في مباراه بيراميدز اللي ما كانش فيها حظ كبير للنادي الاهلي، لكن امام سموحه كان الاداء رائع. النادي الاهلي بيحرز اربع اهداف كلهم ملعوبين من جمل رائعه. لكن عايز اقف عند لقطه مهمه جدا بعد احراز علي معلول للهدف من ركله الجزاء. علي معلول اللي اهدر ركله الجزاء في مباراه بيراميدز، بعد ما سدد في مباراه سموحه وسجل راح لموسيماني. موسيماني اللي عنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي، موسيماني اللي كان في المؤتمر الصحفي بيدافع عن محمد الشناوي بعد الخطا بتاعه في مباراه بيراميدز، وقال محمد الشناوي ده اللي كسبنا في كاس العالم للانديه، وكسبنا في البطولات الافريقيه وفي كاس مصر وفي بطولات الدوري. فالنهارده ده الدور المعنوي والدور النفسي اللي لعبه مستر موسيماني في الكام يوم بعد مباراه بيراميدز وسموحه. بنشوف علي معلول، ويا ريت عايز اقف عند اللقطه دي وتجيبوها لنا يا شباب. اللقطه بتاعت بعد ما احرز الهدف من ركله الجزاء، اول واحد توجه ليه علي معلول كان مستر موسيماني. وزي ما قلنا لحضراتكم ده دور مهم جدا لموسيماني، ان هو دايما بيشيل الضغط عن اللعيبه، بيشيل الضغط عن لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اللي ما شاء الله بنشوف دلوقتي وصلت النهائي الافريقي، بتفصل عن النهائي الافريقي ودلوقتي داخله في بطوله الدوري. تركيز كبير وتحدي كبير عن لعيبه النادي الاهلي، تحدي كبير في وقت مضغوط جدا، في وقت مضغوط. هي دي ركله الجزاء، علي معلول سددها مهاره كبيره جدا، جري وهو بيجري كده راح لمستر موسيماني. كنت انا موجود في ملعب المباراه، وعلي معلول اول واحد توجه ليه كان هو مستر موسيماني وبيحضنه، وكان موسيماني بيشيد بيه. اكيد علي معلول يعني حس بالدور اللي لعبه موسيماني، مش مع علي معلول بس، مع كل اللعيبه، مع السوليه ومحمد شريف ومع كمان محمد شناوي واحد من كباتن النادي الاهلي. وكمان شفنا علي لطفي الشوط الثاني، فما شاء الله مكاسب كبيره، مكاسب بالجمله في مباراه مهمه امام سموحه. النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه ايضا مهمه يوم الخميس القادم امام المقاولين العرب، ويوم 11 قبل السفر ان شاء الله للمغرب قبل المباراه النهائيه الافريقيه.
هيكون امام مصر المقص. ماتشين انا بعتبرهم نهائي كاس النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق فيهم، ان بطوله الدوري بطوله مهمه، فان شاء الله بنسعى او لعيبه النادي الاهلي بتسعى انها تقدر تاخد الست نقاط في الماتشين اللي جايين، البدايه امام المقاولين والمباراه الثانيه امام مصر المقص. عايز اروح لنقطه ثانيه مهمه واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي وماتشات النادي الاهلي المضغوطه. النادي الاهلي اللي تحمل عبء كبير جدا في 24 يوم بيلعب 8 ماتشات، كان بمدار حوالي كل 48 ساعه او 72 ساعه بيلعب ماتش. النادي الاهلي نادي الوطنيه، ومن هنا بنقول نادي الوطنيه علشان لما نشوف 6 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي بتروح المنتخب الاولمبي، والنادي الاهلي يلبي نداء الوطن في بطوله اولمبيه كبيره بالرغم انها بطوله خارج الاجنده الدوليه، بمعنى ان لعيبه النادي الاهلي لو ما راحتش المنتخب الاولمبي يحق للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي نادي الوطنيه اللي حريص ان لعيبته تكون موجوده وتمثل منتخب مصر الاولمبي ان شاء الله اللي حقق ميداليه في البطوله الاولمبيه كان حريص ان يكون موجود. بتكلم بقى على حته تكافؤ الفرص. طب تعالوا نسمع قبل ما اتكلم عن حته تكافؤ الفرص، تعالوا نسمع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك او اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك علشان اعقب او اعلق بعد تعليق الكابتن حسين لبيب. جدا ان يعني بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبه لنادي الزمالك لم يتاخر في طلب لنادي الزمالك نيابه عن اتحاد الكوره، دي نمره واحد. اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها، برضو انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط، بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها، ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك، لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل مباريات. طبعا كل من يعني احترامي للجماهير منقطع النظير، بس هو بيبص لها من وجهه نظره، انما مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحيه الفنيه البحته. كابتن حسين لبيب رئيس اللجنه المكلفه لاداره نادي الزمالك، بالمناسبه هو من الشخصيات المحترمه جدا، فعلا وجهه مشرفه لنادي الزمالك. بنشوفه كمان تصريحاته عن النادي الاهلي وعن اداره النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي، ففعلا احنا بنشيد بالكابتن حسين لبيب. لكن عايزين نقف قدام التصريح ده، يعني تصريح يعني اللي بيقول فيه عن الكابتن احمد مجاهد ما بيتاخرش عن نادي الزمالك. الكابتن احمد مجاهد بيسالنا لما بيكون في ماتشات مضغوطه نادي الزمالك بيرجع لنا لو عايزين ناجل او لا، وبعد كده بنرجع للمدير الفني. ان التساؤل اللي انا عايز اساله للمهندس احمد مجاهد، يا ترى يا باشمهندس مين الاولى انك انت تساله بالماتشات المضغوطه؟ مين الاولى انك انت تقول له ناجل لك ولا لا؟ اللي بيمثل الكره المصريه دلوقتي او الممثل الوحيد للكره المصريه دلوقتي اللي هيلعب النهائي الافريقي يوم 17 ولعب اربعه لعب 8 ماتشات في 24 يوم، مش من هل من الاولى ان النادي الاهلي هو اللي تاجل له ماتشات؟ النادي الاهلي اللي بنشوف القوام الرئيسي لمنتخب مصر الاول حوالي 50% او 40% او 60% من المنتخب مصر الاول موجودين من النادي الاهلي، هي دي اللعيبه اللي كانت بتلعب كل 48 ساعه مباراه، مش من الاولى ان لعيبه النادي الاهلي هي اللي يتم التاجيل ليها؟ السؤال الثاني برضو اللي بساله للكابتن احمد مجاهد او المهندس احمد مجاهد، هل من الاولى ان النادي الاهلي هو اللي يتاجل له؟ النادي الاهلي اللي بعت لعيبته او هيبعت لعيبته 6 لعيبه من النادي الاهلي للاولمبياد برغم ان النادي الاهلي هيلعب مباريات دوري ومباريات دوري حاسمه، مين الاولى انه يتاجل له؟ عايزين نقف قدام التصريح ده. التصريح ده لازم ينضم الى تصريح المظلوميه. فاكرين كلاب هاوس اللي كان من كام يوم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لما اتكلم عن المظلوميه اللي بيتعرض ليها نادي الزمالك واحنا بنسيب المظلوميه دي علشان ناخد اكتر من حقنا؟ فلازم التصريح بتاع الكابتن حسين لبيب لازم ينضم لتصريح المتحدث الرسمي نادي الزمالك علشان تبقى الصورة واضحة لكل جمهور المنافس، علشان لما نتكلم نقول النادي الأهلي بيتجامل، لا النادي الأهلي ما بيتجاملش، النادي الأهلي نادي الدولة، لا النادي الأهلي بياخد حقوقه بالقانون، النادي الأهلي دايما بيسعى لحقوقه بالقانون، النادي الأهلي هو الأولى إنك أنت تأجل له ماتشاته،
النادي الاهلي هو اللي مضغوط، النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الافريقيه. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. هو ده تعليقي او تساؤلي للكابتن احمد مجاهد. نروح دلوقتي لاخبار الناشئين في الصحف والمواقع. الكابتن محمود الخطيب يستعرض مع بروكيتش استراتيجية العمل بقطاع الناشئين في حضور لجنة التخطيط. مدير قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو: نهدف إلى استكمال خطة التطوير ومواجهة التحديات الجديدة. عايز أقف قدام الخبرين دول، خبرين مهمين جدا بالنسبة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. احنا شايفين في طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. الطفرة دي بدأت من السنة السابقة لما شفنا مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط بتجيب مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين. مدير فني أجنبي ما شفناش المدير فني أجنبي منذ سنوات طويلة لقطاع الناشئين، لكن النهاردة لما بتجيب مدير قطاع أجنبي علشان يقدر يطور المدربين واللاعبين فدي خطوة مهمة جدا. امبارح كان في اجتماع مهم الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، ايضا مع المدير الفني الاجنبي والكابتن خالد بيب. المدير الفني الاجنبي استعرض فيه كافه العمل ان شاء الله خلال الفتره المقبله، ايه الاستراتيجيه اللي هو بيضعها لتطوير الناشئين وايضا المدربين. شفنا من السنه اللي فاتت الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم في طفره كبيره، طفره ظهرت في النتائج، دي اول حاجه، لما بنشوف النادي الاهلي بينافس على بطوله 99 للمباراه الاخيره. وكان يستحق البطولة لولا اتحاد الكرة. البطولة الثانية بطولة 2001، النادي الأهلي بيحقق بطولة 2001، بطولة قوية جدا، بطولة الجمهورية. البطولة الثالثة بطولة 2006، بطولة أيضا بطولة جمهورية. فالنادي الأهلي اشترك في أربع بطولات، حقق ثلاث بطولات، والبطولة اللي ما حققهاش بطولة 2003 فضل ينافس فيها لآخر مباراة. فالنهاردة ده نجاح بالنسبة مستوى النتائج. طيب بالنسبة لبطولات المناطق، النادي الأهلي حقق كل البطولات المناطق لولا إنهاء البطولة في شهر 2. لو كان تم استكمال بطولات المناطق كان النادي الأهلي يعني أخذ أيضا بطولات المنطقة. الحاجة الثانية لما نشوف عملية التصعيد بقى، ودي الأهم ودي المهمة بالنسبة لقطاع الناشئين، بنشوف عندنا أحمد نبيل كوكا لاعب ناشئ طلع السنة دي مع مستر موسيماني، بالرغم انه ما لعبش في مركزه، لعب في مركز الباك ليفت مركز ثاني، لكن ادى باداء رائع ومستر موسيماني اشاد بيه. بنشوف حمزه علاء النهارده حارس مرمى موجود خلاص بصفه رسميه مع حراس مرمى الفريق الاول. بنشوف لعيبه كتير بتطلع السنه دي مع مستر موسيماني، شفنا فهد جمعه في المباراه الوديه، شفنا محمد نصير اللي سجل هدف في المباراه الوديه الاخيره ليكون ضيفنا النهارده. بنشوف لعيبة كتير بتطلع مع موسيماني وبيشيد دايما بقطاع الناشئين، هو ده النجاح الموجود. النهارده مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط عايزة تحط قطاع الناشئين، احنا بنشوف الأرقام بقى مبالغ فيها بشكل كبير، فعايزة تحط النهارده قطاع الناشئين على الطريق الصحيح. عايزة تكون قطاع الناشئين هو المصدر الأول للفريق الأول، كمان ده شفناه من خلال الإعارات، شفناه كمان من خلال النهارده في ضخ امكانيات كبيره ماديه وفنيه لقطاع الناشئين. النهارده في اهتمام كبير جدا، الاهتمام مش بالفريق الاول بس ولاعيبه الفريق الاول وتدعيم الفريق الاول والجهاز الفني، لا ده التدعيم ايضا والاهتمام ايضا بقطاع الناشئين. فدي كانت خطوه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، ان شاء الله هنشوف ثمارها في الموسم القادم ايضا. ده كان أول خبر مهم كنت عايز أعلق عليه. نروح أيضا للخبر الثاني المهم بالنسبة لنا وهي عملية إعارات اللاعبين. هنشوف إعارات اللاعبين. النهارده النادي الأهلي زي ما احنا شايفين رسميا الأهلي يعلن إعارة أربع لاعبين إلى الدوري التشيكي. بالمناسبة اللي تم الصفقة خلاص هم ثلاث لاعبين إلى الدوري التشيكي إلى نادي زيسكو كوف. النادي الأهلي اللعيبه اللي تم اعارتها من النادي الاهلي الى الدوري التشيكي: ميدو حسام ده مدافع، محمد احمد بيسو صانع العاب، مصطفى فوزي ده مهاجم، وكان فهد جمعه ايضا مرشح لكن يعني تعثر
انتقاله الى الدوري التشيكي. لعيبه مبشره، شفنا النادي الاهلي الفتره السابقه في نجاح كبير جدا في عمليه الاعاره. الاعارات للدوري الداخلي، عمليه الاعارات دي منذ سنتين شفنا نادي الجونه لعيبه بتجيد وبتحط بصمه كبيره جدا في الدوري العام. بنشوف دلوقتي عمار حمدي في الاتحاد السكندري، بنشوف احمد ياسر ريان كان في سيراميكا كليوباترا، بنشوف لعيبه محمد عبد المنعم ايضا واحمد عبد القادر في نادي سموحه. فما شاء الله حته عمليه الاعارات، ولكن في الدوري هنا الممتاز في الدوري الداخلي ناجحه بنسبه 100%. نجاحات ماديه وايضا نجاحات فنيه. مستر موسيماني السنه اللي جايه هيتم الاعتماد على لعيبه موجوده اعارات في الدوري الداخلي، خلاص هو اوريدي يعني اتكلم مع بعض اللعيبه او اشر او ادى الضوء الاخضر للجنه التعاقدات ان اللعيبه دي هتكون موجوده معايا، ده نجاح بالنسبه للاعارات. النادي الاهلي بيوسع بقى القاعده علشان يكون في اعارات خارجيه لدوري تشيكي، دوري يعني هيكون اقوى، اللعيبه هتاخد احتكاك اقوى، ان شاء الله ترجع مره ثانيه للنادي الاهلي يعني تكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. نروح لناقدنا الرياضي والصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت. مساء الفل يا استاذ علاء. كابتن اسامه تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك وكل جماهير النادي الاهلي، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن اسامه. منور قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن، بنورك ووحشني جدا يا كابتن اسامه والله. انت اللي وحشني كتير يا استاذ علاء. وانا بتكلم دلوقتي عن ملف الاعارات، شايف ازاي ملف الاعارات النادي الاهلي بيعير ثلاث لاعبين الى الدوري التشيكي؟ بالتاكيد يا كابتن اسامه يمكن انجح تجربه عملها نادي في الاعارات هي النادي الاهلي. دلوقتي حضرتك بنتكلم دلوقتي جماهير النادي الاهلي دلوقتي حضرتك لما تسالها مين الصفقات اللي نفسك فيها لاول مره، اول مره جماهير النادي الاهلي دلوقتي لما بتقول لها مين الصفقه اللي نفسك فيها تقول لك عمار حمدي، تقول لك احمد ياسر ريان، تقول لك اي لاعب من لاعبين النادي الاهلي، احمد عبد القادر، احمد عبد القادر طبعا، محمد عبد المنعم يمكن لفت الانظار، عبد المنعم. يعني حضرتك دلوقتي لو والله يا كابتن اسامه لو تسال اي واحد تقول له نفسك الاهلي يجيب ايه صفقه ايه، يقول لي نفسي الاهلي يرجع احمد ياسر ريان، نفسي الاهلي يرجع عمار حمدي. يعني الناس دي عندها ثقه ان لعيبه النادي الاهلي هم الافضل من الصفقات الخارجيه. يعني دلوقتي حضرتك لما تسال حد تقول له الاهلي محتاج مهاجم اجنبي يقول لك لا مش محتاجين مهاجم اجنبي، محتاجين احمد ياسر ريان. تقول له مثلا محتاجين صانع العاب يقول لك لا احنا عندنا احمد عبد القادر، عندنا فلان، عندنا فلان، عندنا فلان. يعني اقصد ان جميع النادي الاهلي دلوقتي بقت كل بالنسبه لها الصفقه الكبرى للنادي الاهلي هي عوده ابنائها، وده مكسب غير عادي، مكسب في التفكير يا كابتن اسامه. يعني دلوقتي بيقول النادي الاهلي اقسم لك بالله يا كابتن اسامه انا ما فيش حد بقابله الا ومسالني على صفقات النادي الاهلي، اقول له احتمال نجيب حد من بره، يقول له ليه حد من بره؟ ما عندنا ابناء دينا متالقين. فعلا النادي الاهلي نجح ان هو يعمل ليه ذخيره حيه خارج الجزيره، وده شيء مهم جدا انك ازاي تقدر تصنع ليك ذخيره حيه قويه جدا جدا بره 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 اسوار النادي الاهلي. شفنا نجاحات اللعيبه دي بشكل كبير جدا لدرجه ان ده يبقى مطلب الجماهير. النادي الاهلي ازاي النادي الاهلي كان عنده وجهه نظر في ان اي ان اللاعبين دي لما تخرج، وكانت وقتها كانت ناس كتير جدا زعلانه، وكان في ناس انتقدوا اداره النادي الاهلي وقتها ليه نستغنى عن فلان وليه نستغنى عن فلان، ورغم انهم ما كانوش شافوهم كتير كانوا بيسمعوا عنهم بس يا دوبك بس بتسمع بس ان فلان ده نجم مبشر او لاعب صاعد واعد، الكلام ده كله ما كانوش شافوهم في الملعب. طب شايف الخطوه الثانيه يا استاذ علاء، ده بالنسبه للاعارات الداخليه، طب شايف بقى الخطوه اعارات خارجيه للدوري التشيكي، شايف الخطوه الاكبر دي ازاي؟ شوف انا شايف ان دي ده امتداد لمنهج عند النادي الاهلي. يا كابتن اسامه ناس كتيره جدا جدا ما تعرفش النادي الاهلي بيتواصل مع كل انديه الدوري الممتاز وانديه الدوري الدرجه الثانيه. انا اقول لك سر مثلا الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر قال لي ان الكابتن الخطيب في الموسم قبل الماضي قال له اي لاعب تحتاج الدعم بيه صفوفك من ابناء النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي احنا تحت امرك ومجانا. مجانا، واحط تحت كلمه مجانا دي 100 خط. وساعتها الدكتور عمرو ضحك وقال لي تخيل لما الكابتن الخطيب بيقول لي تعالى خد دعم صفوف نادي النصر او فريق النصر في دوري الدرجه الثانيه بنجوم النادي الاهلي ومجانا، ولو حبيت تشتريهم بعد كده النادي الاهلي هيكون ليك الافضليه في شراء لعيبه باسعار مناسبه جدا بدون تغالي. اقصد ان النادي الاهلي مش كل شيء معلن، احنا بنعرف يعني قصدي احنا بنعرف المعلن، لكن في الكواليس قصص كتيرة جدا، في انديه كتير جدا، مدربين انديه كتير جدا قالوا لي ان هم تواصلوا مع اداره النادي الاهلي. نادي بنود العرب قال لك اتواصلنا مع النادي الاهلي ورحبوا ان هم ياخدوا اي لاعب. نادي الاسماعيلي والكابتن
على ابو جريشه طلع اعترف في اكثر من 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 مناسبه واكثر في اكثر وسيله اعلاميه، قال ان النادي الاهلي كان مرحب بان هو يعير النادي الاسماعيلي اي لاعب نادي الاسماعيلي يكون محتاج فيه في اي مركز. وهو ده دور النادي الاهلي يا استاذ علاء، ده دور النادي الاهلي. عايز اخدك لملف تاني. اتحاد الكره بيعلن او في خبر بيعلن ان اتحاد الكره بيعتبر مسابقه 99 هي دوره تنشيطيه وليست مسابقه رسميه. طبعا يا كابتن اسامه، طبعا معروف الهدف من هذا القرار. ده قرار انا قلت قبل كده على شاشه اون تايم سبورت ان ده قرار مجامله في تاريخ نادي الزمالك. مع احترام نادي الزمالك، لكن ده كان محاوله من اتحاد الكره لامتصاص غضب نادي الزمالك. مش عارف غضبه على ايه، لكن على الاقل يخفف شويه من ثوره الانتقادات اللي بتطير، اللي هي صادره من نادي الزمالك ضد اتحاد الكره الليل ونهار. فاتحاد الكره حب يراضيهم بهذا الامر، لان الغير معلن ان لو تم الغاء لو تم استكفاء الصفقه وبغض النظر عن نتائج بيها، بالتالي هيكون في اثار على نتائج الزمالك في الدوري الفريق الاول نادي الزمالك في الدوري الممتاز. ايوه، لا ده سنه بس، انا عايز ما ينفعش اعدي النقطه دي كده. النهارده مسابقه ابتدت من شهر 9 على من شهر 10، اتلعبت حوالي 7-8 شهور بحكام بماتشات بمباريات خارجيه ومباريات داخليه، وفي الاخر اعتبر المجهود ده كله هي دوره تنشيطيه. النهارده يبقى انت القرار اللي انت اخذته النهارده باشراك سيف فاروق جعفر، يبقى النهارده كان خطا انك انت تعتمد اشراك سيف فاروق جعفر. تمام. فانا بقول لحضرتك كابتن اسامه، هو اتحاد الكوره دلوقتي في ورطه حقيقيه، لان دلوقتي لو تم استكمال بطوله 99، ده معناه ان هتحصل ازمه كبيره وازمه عنيفه ممكن توصل للفيفا اتجاه الفريق الاول نادي الزمالك، لان كل الانديه ممكن تحتج على نتائج مباراتها مع نادي الزمالك. طبعا كده في ازمه، من نادي الزمالك كده مخالف اللوائح ومخالف اللوائح الداخليه، حتى اتحاد الكوره مخالف لوائح الاتحاد الدولي اصلا فيما يخص تطبيق العقوبات على المسابقات الاعلى والادنى او نفس المسابقات. فبالتالي اتحاد الكوره شايف ان افضل وسيله ليه للخروج من هذا المازق، ومش عايز اقول لحد يعني واستمرار مجامله النادي الزمالك هو الغاء هذه البطوله. الحاجه الغريبه استاذ علاء، ان اتحاد الكوره خلاص اعتمد نتائج مسابقات الموسم عدا الممتاز وكاس مصر وبطوله 99 اللي اعتبرها دوره تنشيطيه. مظبوط يا كابتن اسامه. طبعا انا بقول لحضرتك ده المخرج الوحيد لازمه، يعني لتفادي ازمه اكبر، وازمه بجد يا كابتن اسامه ممكن تكون ازمه فريده في نوعها في تاريخ، مش تاريخ الكره المصريه بس، هتبقى ازمه فريده من نوعها في تاريخ الكره العالميه. لاول مره يمكن الفيفا لما توصل للورق ده، تقريبا عمرنا ما سمعنا عن ازمه مماثله ان اتحاد كره في دوله الغى بطوله ناشئين. وتم تصعيد لاعبتها بمخالفه اللوائح اللي يلعبوا مع الفريق الاول. فبالتالي يكون اتحاد كره من مصلحته ان هو يواصل استمرار مجامله نادي الزمالك بالغاء البطوله لتفادي لازمه اكبر وازمه اعنف، لان وقتها ممكن نادي الزمالك يتعرض لعقوبات شديده جدا، او على الاقل ابسط الايمان الغاء نتائجه مع فرق دوري ممتاز وتعرض نادي الزمالك لعقوبات. وممكن تبقى العمليه اخطر من كده بتفادي هذه الازمه. للاسف في 2021 بنشوف العجب من اتحاد الكره وقرارات طبعاً صراحه طبعاً غريبه. استاذ علاء، شايف ازاي تصريحات الكابتن حسين لبيب المكلف باداره نادي الزمالك لما قال ان الكابتن احمد مجاهد ما بيتاخرش عن نادي الزمالك، لما بيكون في ماتشات مضغوطه بيرجع لنا لو حابين ناجل ماتشات او لا، وبعد كده احنا بنرجع للمدير الفني. شايف التصريحات دي ازاي؟ شوف يا كابتن اسامه، يعني السيده ام كلثوم كوكب الشرق قالت كفاون الكلام عند التحدي. اعتقد ان كابتن حسين لبيب اعفانا واعفى كل اعلام النادي الاهلي واعفى كل جماهير النادي الاهلي واعفى كل الناس من حرج الحديث على وجود مجاملات لنادي الزمالك. اسف ان يتعرض نادي الزمالك لمؤامرات، ان نادي الزمالك المظلوميه اللي هم عايشين عليها من 40 سنه تقريبا. الراجل طلع، يعني انا شايف ان ده واحد امتداد لسلسله مراجعات نادي الزمالك. يعني سبحان الله دلوقتي كل يوم بيطلع لنا مسؤول سابق نادي الزمالك
بيقول ان نادي الزمالك ما كانش يتعرض للمظلوميه وما كانش. شفنا كابتن حسن شحاته، شفنا الكابتن احمد حسام ميدو، شفنا ابراهيم حسن حتى الفتره القليله جدا، كابتن ابراهيم حتى الفتره القليله جدا لعب في نادي الزمالك، ازاي شعر نادي الزمالك بيحاول دايما طول عمره تصدير فكره المظلوميه للاعلام. ميدو قال ان احنا اللي ممكن نصلح حل نادي الزمالك طول ما احنا بنصدر المظلوميه لجماهير النادي وحتى خاطر الاعلام. الكابتن حسين لبيب اول مسؤول على كرسي في تاريخ نادي الزمالك يقول ان بيعترف ان اتحاد الكوره مش بيجامله، على الاقل خالص اتحاد الكوره ما بيظلموش على رايهم، يعني مش هقول مجامله، مع ان اصلا ان يتم تعديل او اخذ راي نادي الزمالك في مبارياته ده اعتبرها نوع من المجامله، لكن على الاقل خلاص احنا نبعد عن المجامله ونفترض حسن النيه. فبنقول ان الراجل نفسه الكابتن حسين غريب هو نفسه رد على اعلام نادي الزمالك، يعني اعلام نادي الزمالك لما بمجرد تاجيل مباراه الزمالك والمحل لاسباب قوميه او اسباب وطنيه خرجوا من جديد بتصدير فكره المؤامره وان ده خدمه النادي الاهلي وان هم مش عايزين الزمالك يلعب عشان خاطر الضغوط. سبحان الله، لما بيلعبوا يشتكوا من الضغوط، ولما تجيلوا مباريات بيعتبروا دي مؤامره من اجل صالح النادي الاهلي. الحمد لله كابتن حسين لبيب باخر المره الالف كفونا الكلام ده، تحدي كابتن حسين لبيب اغنى كل الناس ان هي تتكلم على اضطهاد اتحاد الكره للزمالك او مجاملات الكابتن احمد مجاهد للنادي الاهلي او ما شابه ذلك. والراجل قال اعترف بصوت وصوره وبقناه محايده ولا قناه النادي الاهلي ولا قناه الزمالك. الراجل حتى وللاسف يا استاذ علاء وللاسف النادي الاهلي الممثل الوحيد هيلعب النهائي الافريقي هو اللي كان بيضغط له ماتشات في 24 يوم بيلعب 8 ماتشات. النادي الاهلي هو اللي عنده 6 لعيبه هيلعبوا في الاولمبياد رغم انها بطوله غير رسميه وغير معتمده وخارج الاجنده الدوليه، لكن النادي الاهلي هيبعت لاعبته علشان هو نادي الوطنيه وبيساعد المنتخبات. شوف يا كابتن اسامه، والله العظيم رغم ان انا على يقين ان النادي الاهلي هيتاثر فنيا بغياب 6 من نجومه الاساسيين، يكفي حارس المرمى محمد الشناوي يكون غايب ان شاء الله. علي لطفي يعني ان شاء الله علي لطفي يعني يكون على قد المستوى ان شاء الله. لا انا قصدي يعني توقيت مهم جدا في بطوله الدوري بيغيب عنه على الاقل خالص. كان علي لطفي كان موجود، كان امان للشناوي ان احنا كان عندنا 2 حراس مرمى جاهزين، مصطفى شوبير طبعا ان شاء الله حارس واعد، لكن اقصد التوقيت نفسه ان النادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه البعض بيصدر نظريه المؤامره وان اتحاد الكوره بيجامل النادي الاهلي ومش هياخد ولا لعيب من النادي الاهلي لطوكيو عشان يدي فرصه للكلام ده كله، وان النادي الاهلي بيخدع وقالوا ان حديث النادي الاهلي على او موافقه النادي الاهلي المبدئيه كانت من شهر او من شهر ونص لما الكابتن شرف حفيظ خرج وقال ان النادي الاهلي بيرحب ان هو يخوض مباريات اثناء وجود لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب الاولمبي في طوكيو. وقتها الناس اعتبروا ده تصريح استهلاكي او تصريح مخادع للحقيقه، وقالوا ان وقتها النادي الاهلي وقت ما يجي اختيار القائمه او سفر المنتخب النادي الاهلي يعترض ويعترض بلاعيبته زي ما كل الانديه بتعمل، لكن النادي الاهلي بدل ما كانت الناس بتران على وجود 4 لاعبين النادي الاهلي قدم 6 لاعبين، ولو كان المنتخب اليوم بيحتاج 3 لاعبين اساسيين من النادي الاهلي كان النادي الاهلي يرحب طبعا. وده دور النادي الاهلي او ده دور النادي الاهلي مع كل المنتخبات. اخيرا يا استاذ علاء عايز اخد رايك برضو يعني وجهه نظرك في مباراه الاهلي امام كايزر تشيفز والنهائي الافريقي. طبعا يا كابتن النادي الاهلي طبعا دايما وابدا المرشح رغم انفه، يعني النادي الاهلي حضرتك في اي وقت وفي اي حاله وفي اي ظروف هو المرشح الاول دايما وابدا للقب الافريقي. في انديه بتيجي بعديه طبعا بيكون في دي الترشيحات بقوه زي الترجي التونسي زي الوداد البيضاوي، يعني كان كل الناس من بدايه البطوله بتراهن على ان الاهلي في النهائي ده امر مفروغ منه، ويبقى المنافسه مين هيقدر ينجح يوصل مع الاهلي النهائي، هل الترجي ولا الوداد؟ الترجي جيب حظ النادي الاهلي في نصف النهائي فتم اقصاء النادي الاهلي اقصاه، فبالتالي كان كله بيراهن على الوداد. وقبل الوداد كان البعض بيراهن على سان داونز والنادي الاهلي اعتقد سان داونز. النادي الاهلي طبعا انت عارف حضرتك عامل بدور امين الانتقام، يعني النادي الاهلي تقمص دور انا وجدي في امين الانتقام ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله ان شاء الله. الو يا استاذ علاء بقول لك ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فطبعا كايزر شيبس طبعا فاجئ الجميع ان هو هيكون موجود، يعني حضرتك كنت عملت استفتاء قبل البطوله مستحيل كان حد يرشح فريق كايزر شيبس قبل الوصول حتى للمربع الذهبي اطلاقا، يعني لكن ظروف خدمته وطالما الفريق قدر يوصل لابعد نقطه اكيد فريق عليهم نحترمه، لان الفريق الوداد يعني يكفي ان كايزر شيبس طلع فريق الوداد، الفريق الوداد ده كان على قدم المساواه مع النادي الاهلي اكيد اكيد. اخيرا بس عايز اقول لك على حاجه، يعني جمهور النادي الاهلي بيبعتها لك زي ما قفشه في الملعب جاب هدف على طريقه القاضيه ممكن
بيقولوا علاء عزت برضه بيسجل اهداف على طريقه القضيه ممكن لكن خارج الملعب. والله دلوقتي النادي الاهلي نفسهم بيقولوا لقفشه، عارف قفشه يعني انا فوجئت، فوجئت دلوقتي النادي الاهلي نفسها بيادي على مجدي بتقول قفشه عارف قفشه. فانا جدا من لعيبه النادي الاهلي وصلت من السيده والحمد لله يعني كان كنت موفق فيه، فعمل رد فعل كويس وجاب عند كبير النادي الاهلي، وده كان ابسط رد على الادعاءات الكثيره جدا اللي بتطيل النادي الاهلي، والحمد لله قدرت اسعد جمهور النادي الاهلي. بشكرك يا استاذ علاء، شكرا جزيلا. يعني بشكر الاستاذ علاء عزت الناقد الصحفي والرياضي الكبير، الاستاذ علاء عزت على المداخله دي، كانت مداخله قائمه وضح فيها يعني امور كثيره. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. عايز الفقرة دي اتكلم بقى عن منتخبنا الاولمبي، كل التوفيق ليه ان شاء الله في الاولمبيات. زي ما عودنا دايما الكابتن شوقي غريب صاحب الانجازات في الكرة المصرية، زي ما احنا شفنا في منتخب الشباب قبل كده بيحقق الميدالية البرونزية في الارجنتين 2001، وكمان مع كابتن حسن شحاتة ثلاث بطولات افريقية 2006 و2008 و2010، وكمان يعني منذ شهور قليلة او من تقريبا من سنة كان منتخبنا الاولمبي تحت 23 سنة هنا في مصر ويحقق البطولة الأفريقية. كابتن شوقي غريب يعني ليه بصمة كبيرة جدا في الكرة المصرية، بنتمنى له كل التوفيق. خلاص عدد أفراد البعثة إن شاء الله المسافرة إلى طوكيو 40 فرد، 40 فرد ده هيشمل 3 أعضاء مجلس الإدارة اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية، أيضا أفراد الجهاز الفني الإداري الطبي واللاعبين اللي اتحددوا 22 لاعب، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون موجود من النادي الأهلي 6 لاعبين. نروح نقرب للمشهد اكتر من خلال الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. مساء الفل يا كابتن شوقي. حطينا بقى في اخر الاستعدادات ان شاء الله ربنا يكرم ويوفق كده في الاولمبيات. اخر استعدادات المنتخب الاولمبي يا كابتن شوقي؟ هو يعني بس هي كلمه بس بسيطه كده على العدد بتاع البعثه. والعدد بتاع البعثه ده ال 40 ده اللي فيهم القرار الوزاري يا كابتن. تمام. القرار الوزاري اللي طالع في كل الناس، لكن مش كل الناس ديت يعني. خليني اقول لك ان في على الاقل مجلس اداره ممكن يسافر واحد يعني، في بقى وانت نازل كده في حاجات كتيره في العدد ده بس يعني. يعني مش العدد مش هيكون 40 عدد، هيكون اقل. القرار الوزاري صوره القرار الوزاري. تمام. يعني الصوره ال 12 ده كل الناس اللي هي طالع لها تاشيرات علشان تقدر نستخدمها لو في اي وقت تيجي تقدر تيجي. تمام. علشان اي ظروف طبعا خارجه ممكن واحد ما يسافرش يكون يعني التاني مثلاً موجود. هتلاقي الدكتور ايمن مثلا زين والدكتور مثلا ابو العيله بتاع المنتخب الاول. تمام. عشان لو قدر الله حاجه يبقى واحد مكان واحد. وده شغل اداري مظبوط مليون في الميه اكيد يا كابتن شوقي. عشان بس يبقى ما يعني ما عندناش اي حاجه حصل فيها اي خلل او اي حاجه. بس المهم يعني ان ده موضوع عادي يعني. لكن الحمد لله احنا بدانا استعداد. تعرف زمان الاستعداد برضو كان عندنا فيه مشكله في الفتره دي يعني. كل الفرق احنا كان عندنا مثلا دوري لسه شغال. مظبوط. طبعا ما كناش نعرف نجمع. يعني عندنا الاهلي بيلعب معركه نهائي، وبيراميدز كان بيلعب برضو مع الرجاء وعنده فرصه انه يوصل للنهائي، والنهائي 10 بتاع الكونفدراليه و17 بتاع دوري الابطال. كل الحاجات دي كنا مستنيين ايه اللي هيحصل البلان اللي في الاخر اللي نقدر نشتغل عليها في سنه. تمام. كل المشاكل يعني اتحلت خلاص الحمد لله يا كابتن شوقي. هي الامور بقى دلوقتي بقت واضحه خالص يا اسامه. احنا عارفين النادي الاهلي عنده ماتش يوم 17، بيراميدز مثلا ما وصلش للمباراه اللي هي بتاعت يوم 10، فعشان كده هنبتدي بقى تدريب معسكر، وبعد كده نبدا المعسكر المغلق هيبقى من يوم الجمعه باذن الله، اللي هو من يوم 9 يبقى فيه كل اللعيبه باذن الله اللي موجوده يعني ان شاء الله. كل اللعيبه دي ما عدا طبعا لعيبه النادي الاهلي هم عندهم ماتش يوم 17. تمام. كل من يختاره مستر اجيري مستر موسيماني في مباراته طبعا المهمه، ودي بطوله بتضاف للكره المصريه وبتضاف لسجلات النادي الاهلي وبتوصل كاس العالم يعني، لا برضو صدى عالمي كبير يعني. فاللعيبه اللي هو يختارها هتفضل هي موجوده معاه، وده اللي تم يعني. فالحمد لله ما فيش اي مشكله، انا مش شايف مشاكل خالص. موجوده في الفريق كل فيه تعاون. تعاون من كل الانديه اللي موجوده ومن كل الناس يعني. تمام يا كابتن. زي ما الكابتن شوقي غريب ما عودنا في الكره المصريه
دايما بحقق انجازات كبيره. عايز بقى اكلمك عن حلم طوكيو، كابتن شاوي بيحلم ان شاء الله يحقق للكره المصريه ميداليه في الاولمبياد القادمه. والله يا كابتن اسامه، بص انا الحمد لله شاركت في اولمبياد 84 كلاعب، وبشارك دلوقتي كمدرب باذن الله. طبعا ده حلم كبير، حلم بسعى له يعني، او حلم بشتغل عليه، او حلم كان محطوط هدف قدامي كنت بحلم بيه، ان انا مثلا كمدرب خدت بطوله افريقيا كلاعب ومدرب، ودلوقتي بتتكرر تاني ان انا اكون وانا برضه الاولمبياد ابقى لاعب ومدرب. الامل عندي كبير جدا جدا ان احنا نحقق انجاز للكره المصريه. هو في انجاز موجود اللي سنه 64 كان الوصول لدور الاربعه، ده اعلى انجاز جابته الكره المصريه، وده انجاز طبعا كان في طوكيو برضه. طوكيو طوكيو وش السعد ان شاء الله باذن الله. فاحنا برضه حاطين في قدامنا والله يا كابتن اسامه ان احنا نوصل بالجيل اللي موجود ده لابعد مسافه، لان الجيل اللي موجود ده هو امل الكره المصريه في الفتره اللي جايه، السنين اللي جايه. اكيد يعني انا باذن الله السنين اللي جايه كده، الاربع سنين والخمس سنين اللي جايين، هتلاقي العناصر دي هي العناصر في الكره المصريه المهمه في الكره المصريه. اكيد اكيد كابتن شاوي، اكيد في صعوبات قبل السفر. كان كابتن شاوي غريب نفسه يكون محمد صلاح موجود، اكيد مصطفى محمد ما شاء الله يعني بيأدي أداء رائع مع المنتخب الأولمبي، وكمان في البطولة تحت 23 كان تريزيجيه برضو لو كان سليم وكان موجود. أكيد في صعوبات بتواجه الكابتن شاوي غريب، كمان ترتيب المباريات، يعني النهاردة لما تقابل أسبانيا، أسبانيا برضو من الفرق المرشحة، بعد كده أرجنتين، بعد كده أستراليا، أسبانيا سمى بالفريق الأول كله. طبعا ترتيبة الماتشات أكيد دي صعوبات يا كابتن شاوي حاططها في حساباتك برضو. هو طبعا في صعوبات موجوده. خليني اقول ان انت مثلا كنت عندك استعداد، يعني خليني اقول في المقام الاول كان عندك مصطفى من ضمن الجروب او من ضمن المجموعه اللي بتشتغل معاك بقالها ثلاث سنين. اكيد لما تيجي تفقده قبل البطوله بشهر ولا باسبوع، واخر ماتش ودي احنا كنا بنلعبه وجايب جونين في جنوب افريقيا. ده حدث الاول برضو، عايز اقول ان ده كان ليه تاثير. محمد صلاح مثلا احنا كنا معتمدين على ان من الممكن يكون موجود، هو حاول كتير للعلم برضه. اقول للامانه هو كان عنده الرغبه، والرغبه دي احنا كتبناها حتى في الجواب بناء على رغبه اللاعب، ودي ما نقدرش نكتبها لما نقول للعيب واللعيب يقول لنا الكلام ده. وانت عارف برضه بتخاطب محمد صلاح ده واحد من افضل ثلاثه لعيبه في العالم. طبعا طبعا. فكنا بنامل ان يكون معانا كان هيبقى قوه كبيره. كنا بنامل ان احنا كلنا نكون متجمعين فتره طويله ومكان طويل ووقت طويل للعيبه، لكن الحمد لله احنا اعتمدنا على المعسكر اللي عملناه في شهر 10، وده كان ايجابي جدا. المعسكر الموجود عندنا عناصر جديده برزت برضو زي ابراهيم عادل كده، ده موجود معانا لاول مره بعد معسكر او معسكرين. عندنا برضو حاجات برضو اكتسب خبره الماتشات بتاعت افريقيا. عندنا برضو عناصر الاساسيه اللي بنعتمد عليها كلها، واللي كنا بنعتمد عليها في البطوله الافريقيه الاخيره بنسبة لا تقل عن 90% موجودة معانا برضه في نفس القايمة. هذا برضه شيء كويس يعني. درست المنافسين يا كابتن شاوي، اسبانيا والارجنتين واستراليا، اتفرجت على ماتشات، حطيت ايدك على نقاط الضعف والقوة؟ هو بص، هو احنا عندنا الجهاز الحمد لله كله بيبقى قدامه بلان، بيشوف الماتشات اللي فاتت كلها بتاعت مثلا ثلاث فرق، بيعمل بلان للعيبة، بنشرحه للعيبة طول ما احنا موجودين. النهارده يمكن السياسه بتاعت مباراه اسبانيا هتتغير شويه، لان احنا كنا بنعتمد على اللعيبه اللي لعبت بطوله اوروبا واللعيبه اللي موجوده في اخر الماتشات. النهارده بقى الدنيا اتغيرت في اسبانيا، اصبح فيه سته لعيبه من اللي هيلعبوا النهارده المباراه الدور اللي قبل النهائي، ثم بعد كده ماتشات ثانيه اللي هي بتاعت اللعيبه المحترفين زي ثانيه وبتاع ريال مدريد، وزي اللعيب بتاع الارسنال. يعني انضم عناصر ثانيه، الفريق بقى ليه شكل ثاني وقوه ثانيه. تمام كابتن شاوي، عايز اسال حضرتك برضو عن اختياراتك للثلاثه اللي فوق السن، محمد الشناوي، احمد حجازي، الونش، ثلاثه ما شاء الله على يعني بيأدوا اداء رائع. طبعا الكابتن شاوي غريب هو ادرى باختياراته الفنيه واحتياجاته الفنيه. ليه كابتن شاوي غريب ما اختارش ممكن واحد في وسط الملعب، واحد في راس الحربه، العمود الفقري للتيم، ليه فضل حراسه المرمى وفي الدفاع؟ بص يا سامة، الاسماء اللي احنا حاطينها دي عشان بس الناس تعرف، احنا حاطينها من فبراير. يعني مش حاطينها من النهارده. يعني الاسماء دي متايده من فبراير، كان في قائمه طويله
الامور بتختلف. يعني انت ممكن تلاقي لعيبه دلوقتي هي نجوم الشو اللي موجود دلوقتي في الدوري المصري او في الماتشات الافريقيه في شهر فبراير ما كانتش بتشارك خالص في النادي. فاحنا الاسامي دي اسامي كنا حاطينها من هناك. لما جيت نختار القائمه بتاعتنا والاسامي احنا ما كانش في اختلاف في مصر كلها على 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 الشناوي ان انت الشناوي حارس مرمى وحجازي في القلب ومحمد صلاح قدام. يعني العنصر الوحيد اللي من ساعه ما خلصنا بطوله 2019 والناس بتتكلم في نفس الوضع. مظبوط. فلما تيجي تفكر بقى دلوقتي ان احنا بنغير الوضع ده يا اسامه هتلاقينا اللي غيرناه الوحيد محمد صلاح. لما جينا نفكر نغير مركزه بايه كان عندنا البديل تريزيجيه، بس تريزيجيه اللي كان في القايمه حصل له اصابه واحنا ما كناش حاطين فراوده كتير لان كان عندنا برضو عندنا مجموعه فراوده زي رمضان وزي طاهر وزي صلاح محسن وزي عبد الرحمن مجدي وزي احمد ياسر ريان وزي ناصر منسي. يعني عندنا مجموعه وابراهيم عادل طالع واحمد عبد القادر كان عندنا مجموعه كويسه من المهاجمين فما كناش بنبص ان احنا يبقى الاضافات في الناحيه اللي قدام دي عدد كبير من اللعيبه مميزين وناصر ماهر برضو تقدر تحط معاهم فكان عندنا مجموعه كبيره ففكرنا ان احنا ايه الخلل اللي موجود عندنا دلوقتي لقينا ان المنطقه اللي ما فيهاش مشاركات للاعبين اكتر هي دي. منطقه قلب الفريق بيكم كان بيلعب على طول دلوقتي بقى بيلعب في النادي الاهلي في مركز غير مركز سنه كان بيلعب على طول في انبي لما اتنقل بيراميدز ما عادش بيلعب في مركز قليل عدد مباراته وكان بيشتكي من حاجه والحمد لله بقى كويس موجود عبد السلام ادي الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا بصفه اساسيه ما بيلعب على فترات فاصبح عندك اللعيبه اللي كانت بتلعب البطوله كلها معظمها مشاركتها قلت فعشان كده تم الاختيار في المركز دي بالمدافعين الاثنين بتوع المنتخب الاول. كابتن شاوي ان شاء الله نحتفل بيكم ان شاء الله بعد العوده بميداليه وزي ما الكابتن شاوي غريب معودنا دايما بتحيي الانجازات. طبعا يا اسامه وانت شفت الانجازات ديت انت واحد من الجيل العظيم اللي حقق برونزيه العالم والجيل اللي كان موجود معانا طوال الفترة ديت فده حاجة احنا بنتشرف بيها يا أسامة وأنت عارف كده. كل التوفيق ليك يا كابتن شاوي إن شاء الله معاك جيل محترم ومعاك جهاز محترم وحضرتك مدرب كبير وكل التوفيق ليك إن شاء الله. الله يخليك يا حبيبي إن شاء الله. بشكر الكابتن شاوي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي كل التوفيق ليه حط الصورة كاملة وآخر الاستعدادات إن شاء الله وزي ما هو بيقول كان يتمنى محمد صلاح ومصطفى محمد وكل اللعيبة وكمان يعني اختياراته كمان في الاثنين قلب الدفاع أحمد حجازي وكمان الونش هو اختار علشان اللعيبه اللي عنده كانت مشاركاتهم قليله خلال الفتره اللي فاتت كل التوفيق ليه ان فعلا معاه جيل محترم. زي ما احنا بنتكلم عن منتخبنا الاولمبي ايضا نتكلم بقى عن منتخب الشباب، منتخب الشباب اللي خرج امام السعوديه بنتيجه 3-2، شفنا كلنا المباراه بالمناسبه دي كانت اول مشاركه للاعبي منتخب الشباب المدير الفني بتاعهم الكابتن محمود جابر. الجيل ده اتجمع من شهر لعب بطولة الشباب اللي كانت موجودة في مصر. منتخب السعودية متجمع بقاله سنتين، لعب عدد ماتشات كبيرة جدا، كان عنده خبرات في المباريات الدولية أكتر من لعيبة منتخب مصر. لكن لما بنتكلم عن الإيجابيات دي فعلا نواة محترمة لمنتخب مصر، لما أنت النهاردة تعمل تيم أو تجمع تيم في خلال شهر وتلعب عدد الماتشات دي، بتخسر من السعودية ممكن بخطأ بسيط، لكن النهاردة أنت على الطريق الصحيح، بقول لكابتن محمود جابر كمل النهارده هيكون عندك منتخب قوي ان شاء الله يقدر ينافس، المهم الرسمي مش مهم الودي، الودي ده تجربه علشان اللعيبه تكتسب خبرات وتاخد خبرات وتتعلم. انا ضد الناس اللي انتقدت احمد نادر السيد. احمد نادر السيد هو نجل كابتن نادر السيد، واحنا هنا بنتكلم في قناه الاهلي. في قناه الاهلي بندافع ايضا عن احمد نادر السيد، هو خامه مبشره حارس مرمى صغير لسه بيبتدي طريقه، حتى لو اخطا في كره لسه مشوار طويل قدامه لسه بيتعلم. احنا مش هنعمل زي الاعلام المنافس اللي انتقد مصطفى شوبير في فتره من الفترات عشان ابن الكابتن احمد شوبير، لا بالعكس احنا بنساعد وبندعم كل المواهب وكل الناشئين الصغيرين. نروح لكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا الشباب، تحياتي ليك يا كابتن محمود. اهلا بحضرتك يا اسامه، ازيك كابتن ومسكرين على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته. لا ده حقكم يا كابتن وهارد لك على مباراه السعوديه. محتاجين الدعم ده، الاولاد الصغيرين دول محتاجين الدعم ده من الجميع يعني البدايه. قول لنا يا كابتن محمود يعني الايجابيات اللي طلعتوا بيها من بطوله العرب اللي كانت مقامه هنا في مصر برغم الخساره من السعوديه.
بداية طبعا البطولة يمكن كان لنا أهداف عدة فيها. طبعا من ضمنها أن احنا نحاول نوصل للمباراة النهائية والفوز بالبطولة، على أساس البطولة في أرض احنا اللي منظمينها، وما ينفعش منتخب مصري يدخل بطولة حتى في أي وقت من الأوقات إلا ويكون بينافس على البطولة دي طبعا. إنما كان لنا طبعا أهداف كثيرة الحمد لله، أغلب الأهداف طبعا الولاد دول اول مره يتجمعوا، يعني كان قبل التجمع للبطوله دي، قبل معسكر البطوله كان يا دوب تجمع علشان نختبر الولاد وعشان نقف على مين هيكون معانا ومين هيكون مش معانا. اول تجمع بالضبط بدا 27/5، والحمد لله يمكن الولاد استجابوا بشكل كبير جدا واستوعبوا حاجات كثيره جدا على الرغم من قصر المده. واللي كان يمكن لافت لنظري في المده دي التطور من مباراه في المباراه الوديه طبعا، من مباراه لمباراه، وكذلك برضو في المباراه الرسميه كان في تطور كبير جدا في اداء اللاعبين. لو شفنا المباراه الاولى هنلاقي المباراه الثانيه فيها اداء افضل طبعا، في كفيات افضل، الثالثه مع موريتانيا الشوط الاولاني خصوصا، رابع مباراة، حتى مباراة السعودية على الرغم من الظروف اللي مرينا بيها قبل المباراة، ولكن اللعيبة أدوا بشكل كويس قوي قوي قوي. يكفي إن اللعيبة في السن ده يكونوا متأخرين بهدفين ويرجعوا للمباراة، أنت عارف الضغوطات بتبقى على اللعيبة في السن ده كبيرة جدا جدا، ومع ذلك اللعيبة كانوا، أنا يعني بحييهم على الروح اللي كانوا عليها. يمكن هدف مهم جدا من الاشتراك في البطوله دي، دي اول بطوله رسميه او شبه رسميه للولاد. تخيل الولاد دول، انت طبعا اكيد بتتابع دوري الجمهوريه ودوري المناطق، بتتابع الملاعب اللي بتقام فيها المباريات بتاعه الدوري الجمهوريه. اول مباراه رسميه بقى كابتن محمود هتبقى امتى ان شاء الله؟ اول مباراه رسميه في التصفيات. اول مباراه رسميه احنا هننظم البطوله الافريقيه، لسه ما تحددش ميعادها. طيب يعني ان شاء الله لسه في وقت الكابتن محمود جابر يشتغل، يعني هتبقى على نهايه 22. ولكن طبعا حاجه مهمه جدا ان الولاد ادوا بشكل كويس، او على الرغم ان كان عندي اربع لعيبه مهمين جدا جدا او خمس. ايوه عايز اتكلم عن اللعيبه اللي اتصابت كمان في البطوله، لعيبه اساسيه، لعيبه مؤثره، لكن الظروف كانت صعبه، كانت اصابات قويه، ما قدروش يكملوا بعد كده للاسف. لا بالظبط، يعني طبعا انا بحيي المجموعه اللي لعبت المباراه الاخيره، اللعيبه قدوا بشكل كبير، ولكن يعني لما نقول مثلا لعيب زي كريم الدبيسي لما يغيب، كريم الدبيسي ده اللعيب الوحيد اللي عندي في المنتخب بيلعب اساسي في الدوري الممتاز مع فريق وادي دجله، وعنده من الخبرات بقاله يعني من بدايه الموسم بيلعب بشكل اساسي مع فريق وادي دجله، عنده خبرات كبيره جدا، ده افتقدناه بعد مباراه الجزائر. يوسف حسن هداف الفريق، لاعب المقاولين وهداف الفريق، خامة ما شاء الله مبشرة جدا يوسف حسن. طبعا. ورشدان قلب دفاع وبيتمرن بشكل اساسي مع فريق الاول نادي وادي دجلة، ودخل ثلاث مباريات او اربع مباريات دخل في السكواد بتاع تيم وادي دجلة. ماجد هاني طبعا لعيب في نص الملعب، لعيب مهم جدا، كان عنده خبرين. صلاح باشا اصيب بعد اول مباراة، يمكن ما لحقناش نستفاد منه. ولكن انا بتكلم على الاربعه التانيين على اساس ان صلاح اصيب في اول مباراه وخلاص غيرناه وكده. الاربع لعيبه التانيين كانوا مهمين جدا جدا بالنسبه لنا، ومع ذلك الحمد لله ادينا بشكل كويس، وكان نفسنا نكسب المباراه ونلعب المباراه النهائيه، ولكن انا بحيي اللعيبه على روحهم والاداء القوي اللي ادوه. وانا بحييك يا كابتن محمود، يعني متفائل باللعيبه دي جدا يا ان شاء الله. وانا بحييك، الاهم اكتساب الخبرات خلال الفتره دي في المباريات الدوليه الوديه، علشان الفتره المهمه بقى هتكون الرسميه. لكن الحمد لله انت حضرتك عامل يعني تيم محترم، عندك لعيبه مواهب فعلا هتكون بعد كده نواه للمنتخب الاول. كل التوفيق للكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا الشباب. زي ما اتكلم الكابتن محمود جابر وقال ان التجربه رغم خروج منتخب مصر في ايجابيات كبيره، لكن انا عايز اقف تاني عند نقطه احمد نادر السيد. احنا هنا في قناه الاهلي بندعم موهبه صغيره، بنأزرها حتى لو اخطا والناس تحملت عليه في المباراه السابقه، لكن احنا بندعمه. خامه مبشره، لسه صغير، لسه بيكتسب خبرات، وعمرنا في قناه الاهلي ما هنعمل زي الاعلام المنافس اللي كان بيطلع وينتقد مصطفى شوبير علشان هو ابن الكابتن احمد شوبير. لا، كل مواهبنا دايما بنكون معاها وبنسندها.
من خلال بطولة الشباب برضو بنبارك لمنتخب السعودية، منتخب السعودية اللي أحرز أو حقق البطولة على حساب منتخب الجزائر. فاز منتخب السعودية على الجزائر في المباراة النهائية 2-1، كانت مباراة قوية جدا، لكن منتخب السعودية كان ليه الغلبة. المنتخب ده متجمع بقاله سنتين، فما شاء الله عنده خبرات دولية كبيرة، علشان كده منتخب الشباب السعودي هو اللي بيحقق بطولة العرب هنا على الأراضي المصرية. زي ما احنا شايفين ده جانب الاحتفال من منتخب السعودية ولاعبي المنتخب السعودي بعد تتويجهم ببطولة الشباب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيوفي محمد نصير وعبد الرحمن مال. يظل قطاع الناشئين في الأهلي الرافدة الأساسية والرئيسية للفريق الأول لإمداده بالعناصر المميزة التي تؤمن مستقبل أبناء الفانيلة الحمراء، خاصة أن الجماهير تضع أمالها وطموحاتها في الأجيال القادمة لاستمرار أبناء قلعة الجزيرة على منصات التتويج. ويحظى قطاع الناشئين بالأهلي باهتمام خاص من قبل لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي لما يضمه من عناصر مميزة عرفت طريقها نحو التألق، سواء في فرقهم بالمراحل السنية أو بعضهم الذي خرج للإعارة لاكتساب خبرات جديدة أو بالتصعيد للمران والمشاركة مع الفريق الأول للكرة. حظي أغلب هؤلاء اللاعبين بدرجات الإشادة وكلمات الثناء، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر حمدي ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان والعربي بدر وأخيرا مانو ومحمد نصير، بجانب مصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا. قدم لاعبو فرق الشباب والناشئين أنفسهم بصورة تعكس مدى اهتمام لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، وباتوا كنزا حقيقيا وعناصر مبشرة لمستقبل الأهلي. في الأشبال هنا بقناة الأهلي نحن الصورة الحقيقية والبوابة والنافذة التي تطل منها تلك المواهب نحو الجماهير الحمراء. اليوم معنا عبد الرحمن مانو ومحمد نصير في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد، معايا اتنين النهاردة ضيوفي، اتنين من الوجوه المبشرة الخامات الجيدة ما شاء الله في فريق شباب النادي الأهلي، عبد الرحمن مانو ومحمد نصير. في البداية رحب بعبد الرحمن، منور عبد الرحمن. نورك كابتن، فخور ان انا النهاردة مع حضرتك، شرف كبير ليا، حضرتك قامة كبيرة وان شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله ان شاء الله. بس شكلك بتتكسف. لا لا لا. محمد نصير اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن اسامه، انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده وشرف لي ان انا في قناه النادي الاهلي. مين كابتن الفرقه عندك فيكم؟ مين الاقدم عشان نبتدي بيه؟ هو انا ادم. هو نصير. خلاص نبتدي دايما اتعودت تعلمنا في الاهلي نبدا بالايه؟ طبعا الاقدم يا ابن نصير. قول لي بقى يا نصير، بدايتك في الاهلي كانت ازاي؟ انا بدات الاول في نادي عندنا اسمه اتحاد بسيون، بعد كده انتقلت الاهلي عن طريق الاختبارات، كان 2009 2010، ساعتها كان عندي تقريبا 10 سنين او 9 سنين. مين اللي اختارك في الاختبارات؟ كان كابتن مشير حنفي، وكان رئيس القطاع كابتن عبد الزعب شافي. بعدها بقى من اول 2010 لحد دلوقتي وانا موجود في قطاع الناشئين، وبعد كده الفتره الاخيره اتصعدت الفريق الاول. طب قول لي بقى عشان برضو الناس وهي بتسمعنا تعرف مركزك ايه في الملعب. انا بلعب ديفندر 6 و8، والسنه الاخيره دي لعبت 10 تحت المهاجمين. ده مين اللي وظفك في المراكز دي كلها؟ الاول كان كابتن ياسر رجب، بعد كده مع كابتن عمرو لعبني 10، السنه دي تقريبا اتطورت بشكل كبير فيها. لعبت 10 مباريات، احرزت 5 اهداف وعملت 3 اجوان. كويس. عبد الرحمن قول لي بقى بدايتك في النادي الاهلي جت ازاي؟ بدايتي في النادي الاهلي كانت عن طريق الاختبارات. دخلت يعني زي نصير اختبارات برضه. مظبوط. خلي بالكم برضه انا زيكم اشتريت الاستماره ب 200 جنيه على باب النادي الاهلي ودخلت اختبارات برضه. فكانت البدايه ان انا دخلت وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو اللي كان متولي المسؤوليه عن الاختبارات وكان هو اللي دخلني النادي. فدخلت كان كابتن مشير اللي ماسك الفرقه بتاعه 99. قعدت سنه كامله، ممكن كان الموضوع صعب جدا من غير ما تايد لحد ما جه كابتن ياسر رجب. كابتن ياسر رجب ايدني ودخلني الفرقه، وظفني في اكتر من مركز، لعبت باك رايت، لعبت سيرد باك، لعبت ديفندر،
لحد ما هو كابتن ياسر قرر ان انا العب في حته ستة مدافع ديفندر مدافع زي ديانج والسوليه زي ديانج والسوليه. فمن هنا بدا يبقى تطور في الحته دي. بعد كده اكتر مدرب جه كابتن محمد كابتن مدحت طه لحد ما جه كابتن عمرو ووظفني في حته ستة دي بشكل كبير. وبدات بقى من ساعتها بقى الدرجه الاولى والكلام عن ان انا ابقى موجود والمنطقه دي. بس الحمد لله. نصير مين المدرب اللي ترك فيك بصمه اللي اتعلمت منه في قطاع الناشئين؟ ما شاء الله انت بتقول دلوقتي انت بقالك حوالي 10 سنين في قطاع الناشئين صح؟ أوه. مين طبعًا. المدرب اللي ترك انا عدى عليا مدربين كتير طبعا كلهم استفدت منهم بس ممكن كابتن ياسر رجب عشان قعد معايا 4 سنين طبعا ده يعني ليه فضل كبير بعد ربنا. وكابتن عمرو انور وكابتن مدحت يعني كابتن عمرو السنه الاخيره واللي قبلها لعبت معاه يمكن 3 سنين سنه مع 97 وسنتين مع 99. انت مواليد 99 بس كنت بلعب مع 97 لما كان هو ماسك فريق 97 بيصعدك معاه بيصعدني معاه فاتطورت معاه بشكل كبير وحتى هو غير في مركزي ولقيت نتائج كويسه في محصله اخر السنه بلاقي نفسي غير السنه اللي قبلها من نتائج اهداف او اسيستات او كده لقيت نفسي طورت معاه بشكل كبير كابتن عمرو. مانو نفس الكلام مين المدرب اللي انت اتعلمت منه في قطاع الناشئين؟ انا طبعا كابتن ياسر رجب برضه هو نفس الفضل الاول لان هو كابتن ياسر رجب ده هو اللي عملنا الفرقه دي سواء حمدي سواء عبد المنعم كل الناس الموجوده على الساحه دي النهارده او الناس بتتكلم عليها بشكل كويس الفضل كله يرجع لكابتن ياسر رجب بصراحه. ما حدش في الناس دي كلها يقدر ينكر فضله. الراجل اللي علمنا كل حاجه من مبادئ النادي الاهلي لازاي يعني ايه انت بتلعب للنادي الاهلي يعني انت المفروض تخلص. فكابتن ياسر رجب طبعا من بعديه مدربين كتير طبعا اتعلمنا منهم وخدنا منهم حاجات كبيره لكن كابتن عمرو غير في الفرقه دي كانت الفرقه دي ماشيه بشكل تاني. النهارده كابتن عمرو جه غير كل حاجه غير الطريقه حتى اللي كنا بنفكر فيها بيها. يعني بصراحه كابتن عمرو وكابتن ياسر ناس بكن لهم كل الفضل والاحترام يعني. ومانو بيتكلم يا نصير عن عبد المنعم وعمار حمدي اللي زمايلكم كانوا فرقه شاف الاعارات ازاي خاصه ان اللعيبه دي ما شاء الله يعني بتحقق كمان نتائج كويسه واداء رائع مع فرقها بره. انا الفتره الاخيره شفت ان الاعراض فرقت كتير مع اللعيبه يعني احمد عبد القادر وحمدي وشكري ومحمد عبد المنعم وعمار وفخري حسيت ان الناس عرفتهم اكتر خدوا خبرات افضل ممكن يرجعوا دلوقتي يشاركوا. ده هدف وانت بتتكلم هدف من اهدافك ده في الجونه ده في الجونه. طب ادولنا الهدف كده تاني عشان نشوف اتفضل يا فالاعراض طبعا وشايفين احمد ياسر ريان هداف الدوري فطبعا الاعراض بتاخد منها خبرات ترجع النادي الاهلي وانت احتكيت بناس اكبر بناس معاك في نفس الدوري بتستفاد كنت بتلعب مرحله ناشئين دلوقتي بتلعب مرحله في الدوري الممتاز فبتستفاد اكتر ده الهدف ده اللي اتكلم على الفريق الاول صح الدرجه الاولى ده في الجونه كان مع الناشئين ده كان في ماتش الجمهوريه تلاقيني رحت حتى الكابتن عمرو من بعدها مين بعدها مانو كنت مصاب انا في الوقت ده مصاب رحت ده كان في السنه دي في الدوري السنه دي السنه دي كنت بتعمل ايه السنه دي يا مانو بعد الغاء بطوله الدوري السنه دي 99 قعدت فتره كبيره كابتن خالد بيه وكل ما كنا بنعمله مداخله فريق 99 مستعد بيتمرن جاهز الفتره دي كنتوا بتعملوا فيها ايه بقى يعني وانتوا هل في مباراه ما فيش مباراه الفتره دي كان في طبعا مجموعه كانت مع الدرجه الاولى كنا بنتمرن كان منا كان في 6 من الفرقه بنتمرن لكن الفرقه بشكل عام كان في تمرينات كنا شغالين على اساس ان احنا كان في ميعاد للماتش محدد ان احنا خلاص انت مجهز نفسك انك عندك ماتش مجهز نفسك بكل حاجه حتى احنا اسبوع الماتش ده قعدنا مع بعض كفرقه ولمينا بعض لان احنا عايزين البطوله النادي الاهلي اتعلمنا ان البطوله البطوله رقم 1 فكان ده الهدف الرئيسي وكنا بنتمرن على اساس ان احنا مستعدين لحد ما تم الالغاء او تم اللي حصل ده يعني كنتوا نفسكم تلعبوا المباراه النهائيه دي طبعا طبعا اي حد في النادي الاهلي لازم تثبت جداره يعني لازم انت تقول لا انا استحق لا انا البطل فالبطل كانت هتقول بالماتش الماتش ده كان يحدد زي ما انت كسبته الراجل جالك وكسبته لا انت النهارده عايز تقول له فعلا ان انت البطل من غير فرق اهداف من غير كل الضجه اللي حصلت دي انتوا خدتوا البطوله بتاعت الشباب دي تاني سنه او تالت سنه على التوالي احنا خدناها قبل كده والسنه اللي فاتت كنا فارقين عدد بنات كبير 10 بنات تقريبا وكان فاضل عدد مباريات قليله جت ازمه كورونا
فحصل ازمه والبطوله ما كملتش، بس احنا كنا فاضل لنا ماتشين تقريبا ونحسم البطوله، كان الثاني تقريبا الاسماعيلي وكان عندنا في ملعبنا، لو كنا كسبنا كان بشكل رسمي البطوله كانت عندنا وحصل الازمه دي. وجينا السنه دي عشان نعوض ازمه السنه اللي فاتت، حصل ازمه ثانيه جديده مش عارفين، استعدينا الماتش مرتين وقبل الماتش بيوم، يعني اللي هو هنصحى الصبح نلعب المباراه قال لك تم التأجيل. طب ليه؟ طب مش عارف ايه وللأسف كمان يعتبروا في الآخر بطولة 99 بطولة تنشيطية. عايز أكلمكم بقى عن الفترة اللي انتوا اتمرنتوا فيها مع الفريق الأول، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسأل الشباب عن الفريق الأول، تصعيدهم بقى وموسيماني والكواليس ومين اللي كان بيسندهم. عبد الرحمن، يعني أول تصعيد ليك مع الفريق الأول كان أول تمرينة بقى، مين اللي بلغك بيها؟ اللي بلغني بيها الاداري كابتن احمد عبد الله. بلغني ان انا بكره موجود مع الدرجه الاولى. ف بس كان الموضوع طبعا مفاجاه انك بكره مع الدرجه الاولى، كنا لسه كان عندنا ماتش وراجعين، طب الدنيا طب هعمل ايه طب ايه. كان الموضوع مين اللي استقبلك فوق الفريق الاول؟ بصراحه كل اللعيبه فوق بتحتضنك، يعني انت النادي الاهلي غير اي نادي تاني، يعني انت بتدخل كانك فعلا كنت انت رايح تمرينه مع زمايلك في الفرقه اللي في الناشئين، كان كان ما فيش فرق فعلا، كله بيشيل من عليك الرهبه، بيتكلم معاك بيسلم عليك كانه كان معاك امبارح، ولا كانك جديد ولا كانه يعني. موسيماني قال لك ايه بقى؟ نصايح موسيماني قال لك ايه لما طلعت في اول تمرين؟ هو كوتش بيتسو دايما بيتكلم في ان الراجل بيحب الكره السهله، بيحبش حد يجري بالكره، بيحب يسهل الدنيا. دايما عنده طموحات ان هو اقصر طريق للجون، عنده طموحات ان هو عايز دايما يكسب، دايما بيدور على السهل، الكره السهله الكره السهله. فكانت كل التعليمات ان انت تسمع الكلام، ان هو اوقات يجي عليك في قلب الملعب يقول لك انت لو جريت بالكره انا هطلعك بره. يعني كتير عايزك تعمل الفكر اللي هو في دماغك بالظبط، انت تنفذ، انت وسط، انت ترس وسط عجله كلها، لازم انت تنفذ اللي عليك بحيث انك ما تاثرش، ما تحس انك تبان وسط الناس دي، وسط المنظومه. اقول نصير كان اول مدرب موسيماني برضو صعدك ولا طلعت قبل كده؟ لا انا طلعت في 2018 كان مستر كارتيرون. كارتيرون لما كان كان متواجد، وبعد كده طلعت في 2000 مع مستر فايلر، وبعد كده طلعت مع مستر موسيماني. يعني انت مع التلات مدربين؟ طلعت مرنت معاهم التلات. اول واحد بلغني كان كابتن عادل عبد الرحمن لما كان ماسك فريق 97 الفتره الاولى، بلغني كان عندنا ماتش ودي. طبعا ما كنتش مصدق نفسي، اللي هو انا حتى فاكر ردي ساعتها اللي هو قلت له انا، قال لي انت في الدرجه اللي قلت له انا. فطلعت واتمرنت اخر فتره دي كانت مع الفريق الاول، كانت مع مستر موسيماني قبل ماتش مصر للتامين. اتكلم معانا وقال لنا قبل الماتش بيوم، قال لنا انتوا زيكم، انا ما بفرقش، انتوا زيكم زي اللعيبه الكبيره، انزلوا اعملوا نفس الشغل اللي بناخده في التمرين. وحفظنا جمل قبل المباراه كويس، ونزلنا عملناها وربنا كرم. يعني وكمان جبت هدف حلو كمان، جبت جول الهدف معانا كان فهد عمله لي. فهد عمله لك، وانت كمان استلام حلو وركنتها يعني كل بثقه كده، كل ما تقرب بالجول حط دقه اكتر، بطن رجلك وفي زاويه شيل الكوره. شغلت فيها دماغك لغه الكوره. تعلمتها دي في الناشئين، اللي هو يعني كل ما تقرب من الجول دقه اكتر وشيل الكوره. كابتن ياسر رجب. واحنا بنتكلم كنا بنتكلم من شويه عن الاعارات، قلنا الاعارات زمايلكم اللي في الدوري الداخلي هنا، عمار واحمد حمدي وعبد المنعم وشكري ولاعيبه كبيره، برضو في ثلاث لعيبه اعاره خارجيه خلال الفتره اللي جايه، ميدو حسام وبيسو محمد عبد الحسين ومصطفى فوز، ثلاثه برضو يعني هتكون تجربه مهمه. معانا على التليفون دلوقتي واحد من لاعبي النادي الاهلي المعارين الى الدوري التشيكي، محمد احمد بيسو. تحياتي ليك يا محمد. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ قول لي. الحمد لله كله تمام، حضرتك عامل ايه؟ استعدت للسفر ولا ايه؟ قول لي. اهو بقى استعدت اهو دلوقتي. مسافر امتى ان شاء الله؟ المفروض مبدئيا يعني يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله لما يبقى في جديد بقى. انتوا خلاص يا بيسو، انتوا الثلاثه ميدو حسام ومحمد احمد بيسو ومصطفى فوزي، صح كده؟ ان شاء الله. فهد جمعه تعثرت المفاوضات شويه. ايوه بالظبط كده. قول لي بقى، شايف التجربه دي ازاي؟ الاول بس بسلم على زمايلي نصير وعبد الرحمن اشرف. سامعينا بقى. يعني ربنا يكرمكم يا رب، انت اكتر من اخواتي وتستاهلوا كل خير والله. يعني ايوه يا بيسو، اتفضل يا كابتن. شايف التجربه ازاي يا كابتن بيسو؟
انا شايفها طبعا يعني حاجه جديده على النادي كله، حاجه جديده على مصر كلها. يعني النادي الاهلي يطلع يعني لعيبه لاوروبا، دي حاجه جديده علينا كلنا. بس انا شايفها يعني سلاح ذو حدين، لان دي مسؤوليه وعبء علينا طبعا، لان النادي كده متوسم فينا خير، وان احنا لازم النادي بيجهزنا بمعنى اصح، لازم نرجع نبقى على قد المسؤوليه، نبقى على الاقل فارقين يعني. نبقى طلعنا بشكل وراجعين بشكل، لان النادي برده ما عملش الموضوع ده على الفاضي، لا هو عامل الموضوع ده عشان يلاقي نتيجه، نتيجه ان احنا نطلع اعاره، نرجع نبقى جاهزين على الاقل، يلاقي لعيبه جاهزه، يلاقي لعيبه فكرها نضب، يلاقي لعيبه مستواها اختلف، اتطورت بقى من الناحيه البدنيه، من ناحيه حتى التفكير نفسه لازم يبقى يكون مختلف. خلي بالكم انتوا اللي هتفتحوا الباب بقى لزمايلكم القادمين في قطاع الناشئين ان شاء الله للخطوه المهمه دي يا بيسو. بالظبط. وبعدين برضه احنا هنبقى ما بنمثلش النادي الاهلي بس، احنا بنمثل مصر زي برضه محمد عبد القادر زميلنا راح هناك، هو برضه اكيد سايب لنا سمعه كويسه، وهناك بقى هو يعني برضه هيسهل علينا الموضوع شويه. اكيد. النادي اسمه زيسكوف صح كده؟ اسمه فيكتوريا زيسكوف. طيب دلوقتي جمعتوا معلومات عن النادي ولا ايه الاخبار؟ احنا متابعين النادي، وبيبقى ساعات مثلا النادي الفتره اللي فاتت عامل ماتشات وديه، بعت لنا لينك بتاع الماتشات، بنخش نتفرج، بنحاول كل واحد يشوف مكانه في بيلعب ايه، يخلي باله مثلا ده يركز على ايه، علشان برضو الفروق دي اللي احنا نلعب عليها، وخصوصا ان احنا برضو هنبقى رايحين يعني هم بادئين بدري شويه عندنا بسبب بقى الفيزا والحاجات دي، فاحنا هنروح نبقى متاخرين عنهم شويه، فبنحاول نجمع معلومات عشان نسهل الدنيا على نفسنا. في تواصل مع الكابتن امير توفيق؟ طبعا احنا يعني كابتن امير كل يوم بيكلمنا، عملتوا ايه، وصلتوا لايه، في حاجه ناقصه اعملها لكم، طب محتاجين حاجه، كل شويه يعني هو بيخلص لنا الحاجه في اسرع وقت ممكن يعني. واحنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله بيسو، ان شاء الله من الخامات المميزة، وإن شاء الله تنجح في الخطوة دي وترجع تاني مرة أخرى بيتك النادي الأهلي إن شاء الله. هو ده هدفنا الفترة الجاية أنا وزمايلي اللي مسافرين، إن احنا نرجع للنادي الأهلي تاني بشكل مختلف وبشكل يليق بالنادي يعني. إن شاء الله كل التوفيق للاعبنا محمد أحمد بيسو في الخطوة الاحترافية إن شاء الله في الدوري التشيكي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. عبد الرحمن، كنا بنتكلم في الفصل دلوقتي، كنت انت من ضمن اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه التاسعه، كنت موجود في المعسكر اللي قبل المباراه، احكي لنا بقى يعني ابرز الكواليس اللي حصلت في المعسكر ده. هو ابرز الكواليس طبعا ان كان مثلا كان وقتها كابتن وليد كان مصاب بكورونا، وليد سليمان كابتن وليد كان مصاب بكورونا ودخل على المعسكر قبل الماتش بيومين. كهربا كان نفس الكلام، انضموا. كان ابرز الكواليس بصراحه يعني حاجات انا شفتها وعشتها، مسؤوليه بتاعت اللعيبه كلها بصراحه، سواء ما كانش في فرق مين اللي هيكون موجود. بصراحه كان كله عايز بس ان المكسب، لانه اهم نهايه اظن نرجع 20 سنه ورا، هو ده اهم نهائي بصراحه. اهم مباراه. محمد الشناوي، قفشه، السوليه، الكلام كان اللي بيدور ايه في المعسكر مع اللعيبه كلها؟ اللعيبه كلها كان وانت قريب في تركيز كابتن الشناوي كان حتى اللي كان بينزل متاخر على الفطار، على الغداء، كان ما بيعديش حاجه. حتى التفاصيل الصغيره دي انا حلوه الصوره دي انت بتتكلم، ارجعوا لنا بيها تاني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. دي في تتويج الدوري اللي فات. دي كانت في تتويج بطوله الدوري. كانت في التتويج. كنا بنتكلم في الكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم بصراحه. دي الصوره دي كانت مع كابتن سيد. كابتن سيد بصراحه. كابتن سيد من الشخصيات اللي بتعاملنا بصراحه كوالد يعني، مش كراجل مسؤول. بيعاملنا بشكل جميل يعني بصراحه، بنستفاد منه يعني. فبكلم حضرتك، ارجع لحضرتك للنهائي والكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم بصراحه يعني، انت بتشوف واحد لا ده كان الامر يعني مش أكيد بس فيها خبرات كبيره ليكوا دي طبعا، انك تشوف ناس بتتكلم بشكل عام ان هو الماتش ده نكسب وبعد كده مش مهم، مش عايزين نلعب كوره تاني يعني. حضرتك موقف والله يعني حاجه مهوله يعني. نصير، عايز اسالك بقى بعد الهدف اللي انت حرزته في مصر التامين، موسيماني قال لك ايه؟ بس اروح برضو التليفون مهم، احد اللاعبين المعارين للدوري التشيكي من ابناء النادي الاهلي مصطفى فوزي، تحياتي ليك يا مصطفى. اهلا وسهلا يا كابتن حبيبي. معايا زمايلك هنا عبد الرحمن مانو ومحمد نصير، برحبوا بيك. حبايبي اخواتي. قول لي الاول، اللي هتسافر امتى ان شاء الله؟ في البدايه بس بحب ارحب بحضرتك يا كابتن،
شرفت جدا طبعا كنت داخله مع حضرتك على برنامجك لنايم نعيل ميرا وعلى قناه النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا ده بيتنا شرف كبير ليا اكون واحد من ضمن اللعيبه فيه وعظماء لعبوا باسم النادي الاهلي، واتمنى نوصل وابقى زيهم باذن الله. ان شاء الله توصل وتحقق كل اهدافك يا مصطفى. حبيبي يا كابتن، برنامج الاشبال كان وش السعد عليك صح؟ اكيد طبعا. قول لي بعد مباراه الجونه اللي احنا زعناها هنا على قناه الاهلي وتالقت فيها واحرزت هدفين، وكانت دي البوابه بعد كده ليك. طبعا يا كابتن، يعني من بعد الماتش ده يعني الحمد لله كل الناس بقت تسمعني وتتكلم عني وكل الناس بقوا عارفين الحمد لله، وشكرا لك يا كابتن طبعا، والكابتن احمد بلال والكابتن محمد حشيش طبعا كانوا معايا في الاستوديو التحليلي وقتها فعلا. ايوه طبعا. قول لي شايف التجربه ازاي بقى في الاحتراف في الدوري التشيكي، خاصة ده يعني النادي الاهلي اول مره يعملها احتراف خارجي وعروض خارجيه؟ اولا يا كابتن انا حابب اشكر النادي الاهلي ان هو ادالي الثقه دي، وان هو يفكر ان هو يعرفني وابقى طالع من تحت النادي الاهلي، فبشكره ان شاء الله بعد حسن الظن. والتجربه بالنسبه لك طبعا دي الثقه كبيره جدا، وان انا اتعب واجتهد واشتغل، ومدرسه جديده يا كابتن طبعا، دوري قوي وشغل ثاني، مرحلة صعبة إن شاء الله ونبقى ده، وإن شاء الله نعمل حاجة السنة دي بإذن الله أقدر أرجع بيها النادي الأهلي البيت طبعا في أي وقت، فإن شاء الله تبقى تجربة خير عليا بإذن الله. إن شاء الله مصطفى تكسر الدنيا كده في التجربة دي، وإن شاء الله ترجع بيتك تاني النادي الأهلي. حبيبي إن شاء الله كل التوفيق لمصطفى فوزي. بالمناسبة مصطفى فوزي يعني مركزه مهاجم، من اللاعبين المميزين جدا، وكمان النواحي الجسمانية ما شاء الله قوي، فان شاء الله يعني بنسبه كبيره جدا الثلاثي اللي طالعين مصطفى فوزي وميدو حسام مدافع ومحمد احمد بيسو ان شاء الله يتالقوا ويبقوا يعني نواه بعد كده الموضوع ده يعني ينتشر في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ويكون فيه اعارات خارجيه. كل التوفيق لابنائنا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نصير موسيماني قال لك ايه بعد ما حرزت هدف في مصر التامين؟ احنا قبلها بيوم كنا بنتمرن، كان مدينا جمل نعملها ففي كوره انا ما كملتش فيها، جه مسكني من ايدي وفهمني انت المفروض تكمل هنا وكده، ففي الماتش جات لي فكملت مع فهد وجبت الجول، جالي بقى اللي شفت انا قلت لك ايه انك تتعلم وكده. في الفريق الاول كمان التمرينات بتتصور، فانا بيوزع التمرينات دي على اللعيبه ونتفرج عليها نشوف اخطائنا كويس. نشوف، فانا اتفرجت عليها اتفرجت عليها خدتها على موبايلي، فاتضح لي ان انا المفروض اكمل هنا، المفروض ده الصح، ده المكان الفاضي. تاني يوم في الماتش سبحان الله هي دخلت فيها وربنا اكرمني واحرزت الهدف. ما كنتش خايف وانت نازل تلعب مباراه؟ لا لا، هو مدينا ثقه. انت زيك زي اللعيب الكبير، تعامل كويس اكنك موجود في تحت مع زمايلك، وكمان اللعيبه الكبيره ما بتديناش احساس بده، ده هم محتضنيننا وبيكلمونا كويس، سعد سمير، كابتن ايمن اشرف، كابتن شناوي، كلهم بيكلمونا كويس. يعني انا فاكر موقف كنا جايين في اوضه اللبس، كنا قاعدين لقينا الكابتن ايمن اشرف داخل قال لك انتوا اللعيبه تدخلوا الجيم زيكم زي اللعيبه الكبيره قبل التمرين، ويعني خلي بالك ايمن اشرف من يعني ناشئين، هو من قطاع الناشئين النادي الاهلي. طب تريزيجيه لما جالكوا، تريزيجيه برضو واحد يعني من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي. وانا حضرته كمان في الناشئين. انت حضرت تريزيجيه؟ حضرت، انا بقى لي 11 12 سنه فحضرته، فهو سلم عليا كان يعني كابتن تريزيجيه حاجه فخر لينا كلنا ان شاء الله يعني، وقائد قدامنا يعني ان شاء الله. طب قول لنا بقى الكواليس والحوارات يا مانو ونصير اللي حصلت ما بينكم وما بين تريزيجيه، كلام اللي دار ما بينكم. هو الكلام طبعا بيبقى كله مع اللعيبه الكبيره، بحس ان هم اصحاب اكتر وفي تعامل اكبر يعني. احنا في الاول وفي الاخر بنتمنى له يرجع ان شاء الله الملاعب بالسلامه باذن الله ويكسر الدنيا زي ما كان باذن الله يعني. لكن الكواليس كلها طبعا كانت مع اللعيبه الكبيره، لكن هو طبعا انت بتشوفه كمثال حي قدامك. انت شفت يعني انا ونصير لحقناه وهو في الناشئين مع كابتن علي ماهر وشفنا بقى، فده مثال حي طبعا. في ناس كتير اصلا دلوقتي موجوده كانت من الناشئين معانا وشفناها وعشنا خطوات. خلي بالك ايمن اشرف، الشناوي، سعد سمير، ناصر، يعني بيكهام، محمد هاني، نيدفيد، الشناوي نفسه، فكل الناس دي كانت مكاننا كده في يوم من الايام في الناشئين، وشفناهم خطوه بخطوه هم بيطلعوا ويبقوا نجوم، وباذن الله ربنا يوفقهم كلهم لعيبه المنتخب الاولمبي باذن الله في طوكيو ويعملوا حاجه كبيره باذن الله. اخيرا بقى امنياتك مع النادي الاهلي يا مونا؟ امنياتي مع النادي الاهلي ان احقق اكبر عدد من البطولات باذن الله،
وفي يوم من الايام كده ربنا يكرمني واكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي واحقق بطوله افريقيا باذن الله مع النادي الاهلي ان شاء الله. نصير، انا امنياتي ان خطوه خطوه، يعني أنا الاول نلعب مباريات رسميه الناس تعرفني اكتر، ان شاء الله الخطوه اللي بعدها ان انا احقق بطولات. يعني الطموح ملوش سلم، انا عايز احقق اكبر انجاز وانا بلعب مع النادي الاهلي. حابب بس اشكر والدي ووالدتي واخواتي واصحابي وبدايل صاحبي الله يرحمه اللي كان بيجي دايما معايا النادي وبيساندني، عادل من شاوي نصر ربنا يرحمه ان شاء الله. ده اللي كان وداك الاختبارات ده اللي كان بيبقى دايما معايا وواقف معايا، فقدته السنه دي فان شاء الله ربنا يرحمه. دور الوالد والوالده يا مانو. طبعا دور الوالد والوالده بعد ربنا، مهما اتكلم والدتي ووالدي ما اقدرش اعوضهم عن اي شيء من اللي هم قدموه لي. وقفوا جنبي في كل شيء بصراحه، سواء والدي او والدتي، بعدهم يجي بقى اولاد عمي واخلاني طبعا واصحابي، كلهم بصراحه كانوا بمثابه الدرع ليا، بيشيلوا عني حاجات كتير، يساعدوني في حاجات كتير، فانا هنا بشكرهم يعني. وانا مهما اتكلم ومهما اقول ما اقدرش بصراحه او فيكم ربع اللي انتوا عملتوه معايا، سواء والدي ووالدتي او صحابي، فانا بشكركم طبعا. وانا بشكرك يا مانو وبشكرك يا نصير، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه كده نشوفكم في الفريق الاول، او حتى لو ما طلعتوش في الفريق الاول الفتره اللي جايه نشوفكم في اعارات ان شاء الله تكسروا الدنيا زي زمايلكم الاعارات الداخليه والخارجيه وترجعوا بيتكم تاني مره النادي الاهلي، خاصه انكم يعني ما شاء الله خامات مبشره جدا. باذن الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيوف النهارده عبد الرحمن مانو ومحمد نصير، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.